استهداف في الأرواح والأرزاق بالقتل والإصابة والمصادرة وقطع الأرزاق، هذا ما يتعرض له بحارة البحرين ومراكب الصيد البحرينية من قبل السلطات القطرية، وهي ذات الممارسات التي طالت المواطن عباس حسن الذي انقطع رزقه بعد تعرض عماله لهجوم مسلح أثناء ممارستهم للصيد. كثيرة هي قصص الانتهاكات القطرية بحق البحارة البحرينيين وعداء لا حد له تجاه مراكب الصيد القادمة من البحرين يصل إلى الاعتداء المسلح. طرق هجوم وحشية تتعرض لها المراكب البحرينية من قبل الدوريات القطرية المسلحة تعرض سلامة البحارة البحرينيين ومن معهم من العمالة للخطر. حتى لو أنت واقف بعيجونهم يدعمونك، يعني لما أنت واقف ما تشرد ولا شيء، لما يجي طابق يطابق يعني بوحشية يدعمك دعم، يتعمل يعني هالشيء يسوونه. لما رجع يعني من البحر سمعت إن العامل انصاد في قطار، يعني انصاد اضطرد انصاد في قطار، وإن انصابوا برصاص، يعني طلقوا عليهم رصاص. بعدين سافرنا لهم بعدين يمكن فلافات أربع دورية فول يمشي زي بعد ضربه هوس كل رصاص أنا اسمع شوية بعدين مات في ضرر حقنا ورجل أنا ما في معلوم بس أنا قعدتها ما أقدر قوم هذي ورجل ما أقدر قوم بعدين أنا فكر في أنا ضرب رصاص أنا كل صوت لا اسمع له. هذا العامل لم يعد قادرا اليوم على ممارسة حياته ومهنته بشكل طبيعي، فقد تسببت له هذه الإصابة الجسيمة بإعاقة مستديمة. على قولة المثل قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وهي قطر سوت الاثنين، يعني الاثنين سوت فينا، يعني هم يعني الناس ما تقول قطعوا رزقنا من البحر والعامل زي ما راح فيها على قولتنا. هذه ليست سوى قصة من بين مئات قصص السلوك القطري العدواني والذي يستهدف بشكل ممنهج بحارة البحرين ومراكبهم في محاولة من النظام في الدوحة لفرض واقع عليهم وإبعادهم عن مباحرهم المعروفة. خلال الفترة ما بين 2010 و2020 استوقفت قطر 650 قارباً و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع القائم قبل أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.